طب ما تيجي نشوف يا كابتن اسامه مع بعض المعنويات بقى بعد ما كسبنا. تعال يلا ونروح لزميلنا بقى كريم احمد زي ما عودناكم دايما في قناه الاهلي. الحصري معانا، الحصري معانا، رصد فرحه لعيبه النادي الاهلي في غرفه الملابس على قناه الاهلي معانا برضو. تعال نروح لزميلنا كريم احمد ولقاءات الفرحه ما بعد المباراه ولقاء مع الكابتن محمد الشناوي. اتفضل يا كريم. قبل المباراه قلنا ان شاء الله ما توصلش لبعد 90 دقيقه، لكن قلت لك استفدت كبيره جدا فيك الحمد لله. اداء رائع وجمهور النادي الاهلي الحقيقه سر الفوز كالعاده. حابب تقول للعيبه الرجاله بعد الحصول على بطوله السوبر؟ بقول لعيبه انتوا كنتوا رجاله النهارده على قد المسؤوليه، وبقول لهم انتوا احنا كنا في الاول كنا متعصبين في اول ربع ساعه، بس الحمد لله ده من التركيز الزايد. بقول لهم الف الف مبروك. احنا طول ما احنا ايد واحده، طول ما احنا ايد واحده في الملعب هناخد كل البطولات الحمد لله. اهم حاجه بالنسبه لي كنا نرجع الجمهور ده كله مبسوط، روح فرحان. الحمد لله قدرنا نروحهم فرحانين، وهم اللعيبه عارفين احنا ممكن نجيب جون في اول دقيقه وممكن نجيب جون في اخر دقيقه. الحمد لله واتكلمنا في الموضوع ده واتكلمنا، حتى لو استقبلنا هدف لازم نكون على قد راس مرفوعه، وهم يعني صراحه هم الكلام وماسكين المباراه من اول الماتش. قول لهم الف 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 مبروك. احنا بقى لنا فتره ما كناش مع بعض الفتره اللي فاتت، بس الحمد لله خبرات اللعيبه الكبار اللي موجوده واللعيبه اللي موجوده كلهم على قد المسؤوليه. وبقول لهم الف 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 مبروك، ومبروك للجهاز الفني، مبروك للاداره، مبروك للناس كلها. الحمد لله على كل شيء. بطوله جديده للنادي دخلت النادي، والحمد لله على كل شيء. هتاف الجمهور للشناوي اول ما بتنزل الشناوي الحقيقه يمكن كله جسمه 10 حقيقه، لان الهتاف كان رائع ومميز جدا. احساس الشناوي بيبقى، انا عارف انت طبعا الشناوي متعود على كده، لكن العدد الكبير ده ما بنشوفوش في مصر بشكل كبير. اكيد طبعا العدد الكبير ده الحمد لله احنا يعني شفناه هنا في قطر، الملعب متقفل جمهور النادي الاهلي. بقول لهم يعني الف 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 شكر طبعا، واحنا عشان كده اللعيبه كلها بيهتفوا لهم، واللعيبه عارفه يعني ايه قيمه الجمهور النادي الاهلي. عشان كده لعبوا النهارده بالروح واخر دقيقه، عشان كده رجعنا جبنا جون في الدقيقه 90 بدعوات الجمهور. والحمد لله الف 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 مبروك. مبروك للكابتن قفشه، مبروك للكابتن شريف واللعيبه كلها. لا لا دول الكبير بتاعنا والمخيف جنبه. يلا الحمد لله والف الف مبروك. وبقول للعيبه انتوا رجاله الحمد لله على المباراه على البطوله، والف الف الف مبروك. شكرا شكرا جزيلا. بنشكر اكيد وحش افريقيا الشناوي على ادائه الرائع الحقيقه، واداء كل لعيبه النادي الاهلي. روح كبيره كابتن ايمن زي ما اكدنا، واصرار كبير، توفيق ربنا الحمد لله كان معانا. ركلات الترجيح، لكن لكل مقتدي نصيب. بنبارك من مره ثانيه لجمهورنا العظيم جمهور النادي الاهلي كل الحقيقه. شكرا جزيلا زميلي العزيز كريم احمد.